ما فيش حد على شرب الدخان. لا في عموم الحدود وليس فقط شرب الدخان. في دلوقتي هو عمل ايه؟ قتل لشرب الدخان. قتل لشرب الدخان ده على طول يبقى دخلنا في الجيل السابع، لانه اي معصيه تكون وما فيهاش حد فيها تعزير. فراح هو مخلي التعزير يصل به الى القتل. نعم اه يبقى ده انحراف بقى. يعني انحراف شديد. اما يكون ان هو بيقول مساله الحدود بشكل عام، ان مساله الحدود بشكل عام اذا لم تطبق يبقى احنا حكمنا بغير ما انزل الله، هذا وجهه نظره هو. لكن وجهه نظر المسلمين الذين درسوا هذه المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولازم هما بقى هيتنططوا زي القرود علشان يضعفوا الحديث، ادراء الحدود بالشبهات. طيب انا درأت الحدود بالشبهات، ايه الشبهه دي؟ يعني ايه الشبهه؟ فقال لك هناك ما يسمى بشبهه العصر. اللي هي ايه شبهه العصر؟ اننا زدنا في عدد السكان وشاع فينا نوع من عدم الالتزام، ولذلك سهل أن نأتي بشهود زور، شهود لكن في زور تدفع لهم حاجة بتاع إلى آخره. نحن في عصر شبهة لأننا افتقدنا القاضي المجتهد. كان زمان القاضي علي بن أبي طالب، والقاضي شريح، والقاضي أبو يوسف، والقاضي وهكذا مجتهدين، فكانوا ضامنين للتطبيق الصحيح. لكن إذا فقدت الشهود وإذا فقدت القضاء أو القاضي المجتهد، القاضي المجتهد، يبقى دخلت في عصر الشبهة. فماذا تأمرك الشريعة إذا تحول العصر عصر شبهة؟ أن توقف الحدود. ولذلك لما كان عصر الشبهة ده زي إيه؟ سيدنا عمر في عام الرمادة لاحظ أن الشبهات قد اكتنفت المعاصي التي بإزائها حدود، فأوقف الحدود. أدي المجتهد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هل أنكر سيدنا عمر حد السرقة؟ أبدا. هل أنكر حد الرجم؟ أبدا. هل أنكر أي حد من حدود؟ أبدا. وإنما ليه وقفوا بقى؟ هل عطله؟ ما هو لو كان أنكره كان عطله. لا ما عطلوش، إنما قال هناك شبهة وتنفيذا للشرع الشريف وجهة نظر كده. طيب هيجي واحد يقول لي أنا مختلف معاك يا مولانا في الحكاية دي، أقول له أهلا ومرحبا ما فيش مانع، ولازم علينا إن إحنا نطبق الحدود. أقول له خلاص وجهة نظرك كده، أنت قولها وأنا أقولها. ورحنا لولي الأمر أنا وهو، فولي الأمر سمعني وسمعه ورأى إن الأوضاع اللي إحنا فيها قولي يحق حقق المصلحة الشرعية المرعية وهو أقرب إلى منافع الناس من قوله، فرح مختار القول بتاعي. هل أنا لما اختلفت مع أخي العالم على المسألة أنا ضلالي أو هو ضلالي؟ لا، من اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني هو على صواب. على صواب في إيه؟ في عملية الاجتهاد، في رضا الله، أرضى الله. ومن اجتهد فأصاب فله أجران. ممكن أطلع يوم من الأيام أنا اللي أصابت وأخد الأجرين، أو يطلع هو اللي أصاب وأخد الأجرين، يا أنا يا هو. لا فيها تكفير ولا فيها تفسيق ولا فيها تهمة ولا فيها أي حاجة، وجهات نظر مستقى من الشريعة وتطبيق الشريعة في الواقع. فأنا هرى هذا، وفي واحد أخي في هيئة كبار العلماء هيرى حاجة تانية، مفيش مانع.
نروح بقى لولي الأمر اللي هو له الاختيار، فبيقولي سمعني وجهة نظرك ايه، حجتك ايه، دليلك ايه، المقالات بتاعتك ايه، وسمعني واسمع ده وده واختارني انا. الكلام ده حصل في مصر هنا من عهد الخديوي اسماعيل. الكلام حصل في مصر هنا سنة 48 لما حطينا القانون الجنائي وكتب الكلام ده، اننا قد اخترنا السكوت عن الحدود لان العصر عصر الشبهة.